بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الرأي شنو، منكم لنا ومننا ليكم. دي الحلقة الثانية من سلسلة حلقات بنتناول فيها قضايا الحياة المعيشية والأسعار. الحلقة دي حتكون مع المنتجين. لما نجي نتكلم عن السودان في كمية من الصفات. أول حاجة إنه سلة غذاء العالم، وسلة غذاء العالم دي جاتنا سنة 1974 في تقرير لمنظمة الزراعة اللي هي قالت إنه السودان وأستراليا وكندا هي حتكون سلال غذاء العالم. طبعا بيوصف السودان برضو بإنه بلد يعني منخفض الدخل، وبيوصف بأنه زمان طبعاً كان في ذيل الدول في الحريات، حرية الصحافة، وده كله الثورة الحمد لله غيرته. طيب نحن عندنا في السودان، السودان غني، أي دول حيقول لك كده. نشوف كفاءة السودان الأساسية هي سبعة كفاءات. أنا بقصد شنو كفاءات؟ الكفاءة هي الإمكانيات المتوفرة والموارد المتوفرة في البلد اللي هي ممكن تخلي البلد تمشي لقدام. طيب نشوف كفاءة السودان السبعة ديل شنو. الكفاءة الأولى الأرض. نحن عندنا 200 مليون فدان أرض يعني صالحة للزراعة، وفي جزء كبير منها طبعا تحت الرمال بفعل التصحر والجفاف، وممكن يعني ممكن نعمل له يعني نعيد زراعته أو نعيده ندخله في الميتين، يعني يبقى عندنا أكثر من 200 مليون فدان. عندنا المياه. السودان طبعا فيه كثير من الأنهار والخيران والوديان والترع، كمية كبيرة جدا في السطح، لكن كمان عندنا مياه أغنى تحت الأرض. عندنا مكمنين ضخمين جدا، في واحدة فيهم بيسموها الحوض النوبي، مشتركين فيه نحن مع مصر ومع ليبيا ومع تشاد، هي بتغطي 2 مليون كيلومتر مربع. نحن عندنا فيها 750 ألف كيلومتر مربع. عندنا مكمن ثاني اللي هو في دارفور، يعني دارفور دي عايمة في موية، وبيسموها البحيرة الكبرى والبحيرة الكبيرة الميجا ميجا ليك، وهي فيها 6000 مليار مكعب من المياه. يعني ضرب انت النيل بيدينا 18 مليار، النيل وبفروع النيل الأزرق والأبيض والعبرة والرهد وكل ده بيدينا 18 مليار. هناك في 600000 مليار مياه. عندنا في السودان كله نص السودان يعني بيعوم في مويه، فيها 15 مليار 15 ألف مليار متر مكعب من المياه. عندنا ثروة حيوانية أكثر من 100 ألف حيوان حائم في البلد، وعندنا خيول وعندنا طيور وعندنا دجاج، يعني عندنا كمية أشياء في ثروة حيوانية. عندنا التكنولوجيا. التكنولوجيا نحن بنزرع، يعني في السودان بيزرع، يعني بنعرفه يعني من مملكة كرمة. من مملكة كرمة كانوا بيستعملوا أدوات تكنولوجيا بسيطة لزمنهم. جاءت مملكة مروي عملت نقلة كبيرة بالحديد، وبالتالي نحن لما جاء الاستعمار وداير يعني يبتدي يزرع أشياء هو محتاج لها، عملوا أول معهد بحوث في شنبات 1705. 1776 عملنا معهد البحوث الزراعية. فنحن في التكنولوجيا قابلين للتكنولوجيا، وعندنا تكنولوجيا وبنستعمل تكنولوجيا. عندنا تنوع بيئي،
يعني نحن عندنا الصحراء، عندنا السافانا الفقيرة، عندنا السافانا الغنية، وكمان في جبل مرة وفي البحر الأحمر عندنا تقريبا مناخ بحر أبيض متوسط بتقوم فيه أشياء ما بتقوم في أي حتة. فنحن عندنا كفاءات أساسية كبيرة. طيب ليه نحن حتى الآن شعب فقير في بلدنا؟ ده السؤال. الاستعمار كان عنده رؤية للبلد، رؤية للبلد ورؤية للزراعة بتاعت البلد، كان داير أشياء جاهزة، مواد أولية، قطن، سمسم، ذرة، داير جلود، داير صمغ إلى آخره إلى آخره، وكان بيشيلها وبيجيبها لنا مصنع. لما إحنا أخذنا استغلالنا ما غيرنا التركيبة دي، مشينا في نفس المستوى، يعني قطن بنصدر، ذرة بنصدرها، سمسم بنصدر، يمكن لحد الليلة. طيب شنو كلمة السر في النجاح؟ إنه نحن كفاءاتنا الأساسية الضخمة دي نحاول نعمل منها يعني بلد متطور وغني، ونكون نحن برضو أغنياء يعني. فكلمة السر في كلمة واحدة، الرؤية. اليابان عملت الرؤية مشت، كوريا عملت الرؤية مشت، ماليزيا عملت رؤية مشت، اندونيسيا، الهند، دبي، عمان، وهكذا. كلمة السر في انه لازم نحن يكون عندنا رؤية للزراعة بتاعتنا، لانه نحن منتجين قدامى للقمح ولكل الحاجات اللي بننتجها الان دي، نحن بننتجها من بدري، وعندنا قوة بشرية اللي هي دي اخر حاجة، اخر لا قبل، عندنا المعادن، عندنا المعادن والنفط والحديد والنحاس، عندنا وما عارفين ذاته نحن ما عندنا شنو، نحن عندنا تقريبا كل شيء، لكن لسه ما حددنا بالضبط نحن عندنا شنو. القوة البشرية بتاعتنا زي ما قلنا هي قوة بشرية ذات تراث عريق، تقاليد طويلة في الزراعة، ويعني يعني بيقدروا يطلعوا من الأرض بتاعتهم في بيئات مختلفة الشيء المناسب. يبقى الرؤية الوطنية هي اللي حتخلينا نضع رجلنا على إنه نتطور كبلد غني. الحلقة دي زي ما قلنا حتكون مع المنتجين، منتجي السلع، الناس اللي بيزرعوا الخضر والفاكهة، اللي بيعملوا اللي بيربوا البقر للحليب، الناس اللي بيشغالين على البيض. وفي دي احنا حنستضيف باش مهندس جيولوجي بترول مصطفى صالح أمبابي، هو عضو المكتب التنفيذي لجمعية مزارعي المرخيات للإنتاج الزراعي والحيواني اللي وانتم شايفينه في الصورة معانا، وسكرتير اتحاد تعاون ولاية الخرطوم، ونائب مدير منظمة سودانيين ضد الغلاء، وصاحب مبادرة يمكن الليلة انتم شفتوها في الأخبار اللي هي مبادرة من المنتج للمستهلك. حيكون معانا في وقت لاحق أستاذ مجاهد علي حسن، هو برضو أمين عام لجنة تسيير الاتحاد القومي التعاوني ومستشار متعاون مع وزارة الصناعة، وهو اللي صمم برنامج سلعتي. نحن الآن حنشوف تقرير، حنشوف التقرير مع بعض مع باشمهندس مصطفى، وبعد ما نخلص التقرير حنتكلم معه في قضايا المنتجين ومشاكلهم وإشكالاتهم وحلولهم وكل شيء. فيلا بينا على التقرير. وسط تذمر المواطنين من استمرار ارتفاع السلع الاستهلاكية، شهدت الأسواق حراكا واسعا للبيع والشراء لمنتجاتنا من الخضروات والفاكهة، بينما المستفيد الوحيد هم مافيا السماسرة.
الذين يجنون أموالا طائلة بلا جهد، متسببين في قهر المزارع وإرهاق المستهلك. لمزيد من معرفة الحقائق، تحركت كاميرا برنامج الراي شنو إلى مزارع المنتجين للخضروات على امتداد شريط النيل بأم درمان. أنا بودي يعني الخضار ده السوق على حسب السوق، يعني التاجر اللي بياخد مني بياخد مني تاجر واحد، لكن بيكون معاه ناس تاني يمشي بيعوها، فأنا بديه بسعر معقول يعني، لكن هو تاني بعد ذاك بخد تاني سعر للناس اللي معاه. لا مشاكلنا بس مشكلة أصلا التجار ديل هم بياخذوا مننا بأسعار منخفض وبيعوا بأسعار كعبة، بس نحن الترحيل بقت هسي صعبة، هاي مشكلة الترحيل والجاس ده مشكلتنا نحن، بقت صعبة شديد يعني. بأخذ المشوار أنا بلقط لي مثلا خضار كمية، ده لي مشوار، المشوار يقول لك بألفين أو ألف ونص. التاجر لما نجي يشين هنا يكون افضل لي انا من 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 انا اجيب عمال، العمال اصلا بيجيبون انا، لكن التاجر لما نجي يشين هنا بكون ساعدني شنو في الترحيل، ساعدني في الترحيل وساعدني مثلا في العتاله، هو بيجيب عتاله معاه كده يكونوا ساعدوني شويه. يعني هسه احنا عندنا ارض محروسه ودار زراعه وما في ما في جاس، يقول لك جاس ما في، بس يعملوا يمكن المزارع يعملوا لهم تصاديق عشان كل مزارع يشوفوا له مساحة أرضه يعني بيستهلك كم مثلا في الزراعة يصدقوا له جاس عشان يزرع. واقع الحال يعكس لنا أن المزارع يبذل مجهودا كبيرا ومضنيا في عملية إنتاج الخضروات مقابل حفنة من النقود لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن جانب آخر يعاني المستهلك المغلوب على أمره، فهو مجبور على الشراء من سوق لا تحكمه أي آلية من آليات الاقتصاد المعروفة إلا جشع السماسرة. والله طبعا شغلة الخضار ده فيه تعب كتير، يعني من التراب المزارع في المحرات، بعد المحرات بيجي يسطحوا الأرض، بعد ما يجي يسطحوا بيكون تاني بيقطوه حيتان، بعد ما يقطوا الحيتان يكون شطط التراب، وتاني طبعا أيامه ده في مشكلة بتاع الجاس يعني. الخضر احيانا ممكن ينتج ممكن ما ينتج، بيخسر كثير يعني. احس هنا طبعا بعد ما المزارع بيزرع احنا بنجي نشتري منه جاهز، بعد ما نجي نشتري منه جاهز نجيب العمال بطريقتنا الخاصه وبنهش بنقطع الخضار ونود الشعبي. العمال الواحد ال100 ربطه بيحشوه ب 600 جنيه ال100 ربطه، يعني الكوليجات الشايب الصغار صغار ده ده بيقطع الربطه واحد بعشرة جنيه. احنا دايرين بنعرف طالما اني يا اخي امره حذر التجول وفي كميه هائل من العربات وقفوا في البلد ده ما قاعدين يستهلكوا الجاز، انا دايرين نعرف العربات اللي كان شغاله بيسافر الولايات ده، دايرين نعرف الجاز والبنزين اللي كان زمان شغال للعربات اللي وقفوا ده مشاد وين وقاعدين يدوا لهم. ان تداعيات اثار وباء كورونا المتمثله في حظر التجوال المعلن القى بظلاله الكثيفه على المشهد العام لحركه البيع والشراء، فضلاً عن عدم توفر الوقود الكافي وجشع التجار والسماسرة، مما تسبب في إرهاق كاهل المستهلك واستنزافه. هذا الواقع المريع أثار عدة تساؤلات: هل يمكن توفير آلية للبيع المباشر من المنتج للمستهلك؟ هل هنالك حلول جذرية لرفع المعاناة عن كاهل المستهلك؟ كيف يمكن تحجيم نشاط شبكة السماسرة؟ مرحبا بكم مرة ثانية بعد ما شاهدنا التقرير. نشوف رأي الباشمهندس مصطفى. باشمهندس انا حلخص، احنا اولا نعتذر طبعا لانه الظروف اللي احنا فيها دي ما بتسمح لنا انه نعمل مقابلات كثيره، وبنحصر نفسنا في الخرطوم او الاماكن اللي بنقدر نصلها يعني، وبالتالي في الايام دي الاقاليم غايبه تماما يعني، لكن طبعا لقدام ان شاء الله هو ده برنامج لكل السودان وليس للعاصمه يعني. لقينا عدد من المزارعين والمنتجين، يعني واحد منتج وبعدين واحد تاجر صغير بيشتري ويبيع، ودي تقريبا الحاجات اللي قالوها
انه هم بيبيعوا بسعر منخفض وبعدين بتمشي في سلسله كده تتباع للمستهلك بشكل كبير. الحاجه اللي قالوها انه الوسطاء، يعني نعمل شنو مع الوسطاء يعني. بعدين بيتكلم عن الجاز والنقل ومشاكل النقل بكثره. نحن تساءلنا في نهايه التقرير عن آلية البيع المباشر، إذا في حلول جذرية للقضايا اللي قالوها، مشاكل الوسط الكثيرين في النص، وكيف نحن نفكك شبكات السمسرة اللي هي بترفع السعر. مرحب بك باشمهندس مصطفى، ورمضان كريم. مرحب بكم، الله أكرم وكل عام وأنتم بخير، و ان شاء الله يعني رمضان الجاي يعود علينا والبلد في امن وامان، ربنا يكون رفع عننا هذا الوباء. وصراحه يعني انا بعتبر انه الليله يعني انت مسكت عصب المشكله في معاش الناس. صراحه مساله السماسره هي مساله اصبحت هي المهيمنه على السوق، لكن السؤال من الاول انه ليه السماسره هم اصلا ظهروا في السوق؟ السماسره ظهروا في السوق نتيجه غياب تطبيق السياسات، ما بنقول غياب السياسات. ولحد الليلة نحن نتكلم عن أنه والله سياسات لضبط السوق موجودة، لكن التنفيذ ضعيف. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الحلقات الإنتاجية نفسها يعني ما مربوطة مع بعض بصورة كويسة. يعني أنا الليلة كمنتج زي ما شفنا في التقرير، أنا واحد من الناس بشيل منتجاتي وغيري هنا في مشروع المرخيات. بتشيل أنت نفر واحد بتمشي بتقع في حضن السماسرة في السوق، بتكون جايب خيار بيقولوا لك والله يا اخي الخيار الليله الكيلو بتاعه ب 15، انت ما عندك حل غير تبيعه، هم عارفين انه ما عندك حل غير انك تبيعه، لانه لو شلت الخيار بتاعك درجه تبيعه حيبوظ، فانت حتكبر ال 15 بيشيلوا منك. لما تمشي انت نفسك السوق بتلقى كيلو الخيار ب 80 جنيه. فانا ما ممكن يعني انا كمنتج انا يعني بصرف كل المصاريف اللي قال الاخ في المزارع ده برضه في التقرير، يعني انا بجيب تيراب وبدفع ترحيل وبصرف عمال واسمده وغيره وغيره، في النهايه ال 15 جنيه في الكيلو ده ممكن يكون ربحي فيها 2 جنيه او 3 جنيه، قول 5 جنيه، نقول 5 جنيه، انا كمنتج ربحت 5 جنيه، اللي بيخلي السمسار ده يربح 65 جنيه شنو؟ ليه انا ببيع ب 15 هو ببيع ب ب ب ب 80؟ طيب ده واقع وكل الناس عايشينه وكررناه كثير وما عايزين نستهلك فيه الزمن، لكن نحن عايزين نشوف انه نحن كيف ممكن نعالج المساله دي. في شهر واحد الفات صراحة يعني أنا طرحت فكرة مبادرة من المنتج المستهلك على مجلس إدارة. استفدنا من المسألة دي في أنه إحنا نعمل توليفة، أنه السوق ده نحن طالما انه المنظمه عندها امكانيه انها تقيم سوق بسعر المصنع، بيع بسعر المصنع، نجيب معاه المنتجات الزراعيه عشان تكون الحلقه مكتمله. ونحن بنعمل في الحاجه دي كنا على زي ما بقول سمول سكيل، يعني تجربه كانت مصغره ونجحت جدا، يعني اتعملت عديد من الاسواق. وسبحان الله نحن كنا متخوفين من حاجه، نحن كنا متخوفين من انه المنتجين ما يتعاونوا معانا باعتبار انه والله كل منتج عنده زول اللي بيشتري منه خدار وما داير يفقده. اتفاجئنا بانه والله المنتجين بيجوا، في واحد ان احنا ما بنعرفهم بيجوا بيقفوا ببكاسهم بيقولوا نزلوا الخضار ده في حساب كده وده في حساب كده وده في حساب كده، وبيمشوا بيجوا راجعين ثاني يوم بيشوفوا اللي اتباع شنو بيشيلوا قروشه. لقينا انه عندهم يعني في دوافع منهم لانه هم يبيعوا بيع مباشر عشان يكسروا الحلقه بتاعت السماسره. ودي كانت خطوه كبيره جدا اللي هي مساله تجاوب المنتجين معانا في الموضوع ده. دي الحاجة طمنتنا أكثر وخلتنا نمشي لقدام في المبادرة. مشينا لقدام، دخلوا معانا مجموعة من منتجين الدواجن، صراحة سمعوا بالمبادرة، احنا لم ندعوهم للمبادرة. فأنا بقول في الحاجات دي عشان الناس تعرف انه والله يا اخواننا الموقف من ناحية المنتجين مطمن. جون ناس ديل في واحد من اجتماعاتنا كان في السوق المركزي في كرري عاملين اجتماع بتاع المبادره، جونا نحن ما بنعرفهم، قالوا والله اخوانا نحن منتجين بتاع دواجن وعندنا معامل بتاع التقطيع ونحن اخوانا دايرين نخش في المبادره دي، احنا مساله السماسره في النص ديل نحن والله ما قبلاننا. انا اذكر في الوقت ده كانوا بيبيعوا هم كمنتجين كيلو الفراخ كان بيبيعوه
ب 140، كان في السوق ب 180. بقينا عملنا مراكز ثابته، مراكز اصلا هي شغاله فراخ ولحوم. مشينا اعلنا لهم اخواننا الدائري خش معنا في المبادره ايجي، لكن تكون عارف حاجه انه انت ربحك في الكيلو 5 جنيه. مجموعه من المراكز كبيره جدا جات وسجلوا معنا، بقينا نرحل لهم الفراخ ده ويبيعوا ب 145، والسوق برا ب 180 و190 وماشي كان على 200. وهسه القصه طبعا زادت زيادات كثيره اكثر من كده بكثير، لكن الفرق بتاع ال 40 جنيه ده كان مستفيد منه المواطن. كان الفراخ بينزل ما بياخذ ساعتين ثلاثه في المركز، المركز الخلاص تعبان بيكون ال 200 كيلو بتاعته دي بيكملها ثاني يوم، 200 كيلو بيكملها ثاني يوم، يعني بمعدل اليوم 100 كيلو. من شكل او من كميه الاستهلاك نحن بدينا نقرا في انه والله في حوجه. طيب وفي رغبه من المنتجين في انهم يدخلوا في برنامج من المنتج للمستهلك، وفي فعلا فجوه حاصله عند المستهلكين. المساله دي كانت ماشيه بصوره صغيره حد ما عملنا تقييم في النهائي واحصائي. في النهايه قمنا بعمل احصاء، لانه معانا في التيم بتاع من المنتج المستهلك معانا ناس بتاع احصاء متخصصين بياخذوا كل الداتا والمعلومات بتاعت الاسواق، السعر في السوق العام للسلعه كم، السعر بتاع اللي اتباعت به في اسواق من المنتج للمستهلك او منظمه السودانيين ضد الغلاء كم، الفرق كم، سعر الدولار في البنك كان كم في نفس اليوم، وسعر السوق الاسود للدولار كان كم، عشان نقدر نعرف نحن وفرنا. نقول للبلد ما نقول للمواطن، لانه الحاجه اللي بتوفر للمواطن دي هي في النهايه جزء من الاقتصاد القومي للبلد. اتفاجئنا بارقام صراحه يعني بتعمل زي ما يقولوا شوك للواحد، نحن ذاتنا ما كنا متوقعين انه الفروقات قدر كده. وإن كان انت لما تشوف حال السمسار وانه هو كيف وضعه كويس ووضعه افضل من المنتجين ومرتاح وعنده قروش، احنا فعلا لقينا الحاجه دي وراها ارقام خياليه. اذا انت بتعمل سوق في الحاره 12 الثوره في 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 ابولو اللي هي منطقه تعتبر نائيه ومتاخمه لمناطق يعني مستوى المعيشه فيها بسيط جدا جدا، السوق ده استمر لثلاثة او أربعة ايام، انت بتلقى انه السوق ده وفر 10000 دولار. ارقام الليله لما انا ارفع رقم زي ده مثلا للسيد وزير التجاره، يا اخي والله في سوق من المنتج للمستهلك يتوفر المبلغ ده، المبلغ ده انت كدوله مش مفيد بالنسبه لك؟ يبقى نحن من هنا بدينا نرسل رسائل. يعني الحمد لله نحن شلنا الحاجه اللي طلعنا بها دي، ما مسكنا عندنا، لانه نحن ما دايرين نحتكر، نحن ما دايرين نتاير، نحن دايرين بالعكس، نحن دايرين عمليه البيع والشراء والتجاره يكون فيها نوع من العدل. يعني كل المعلومات دي شلناها واترفعت لجهات مختصه، لجهات كانت في قبل ما انا انضم برضه للتعاون، اترفعت للتعاونيات، شافوها التعاونيين انه والله الحاجه دي فعلا مفيده، وصلت لحد وزاره الصناعه والتجاره. الموديل الصغير ده عملنا له ماجنيفيك، او يعني عملنا موديل بحيث انه كبرنا الموضوع ده، اذا نحن قدرنا خلينا الموديل الصغير اللي احنا عملناه وده بقى هو الموديل الشغال. انا ما اقدر اتكلم عن ولايه الخرطوم، وانا بتمنى من المشاهد انه دائما اي حاجه انا بقولها ياخذها على مستوى السودان، لانه نحن الليله لما نقيم التجربه في الخرطوم لازم حتتعمم على كل الولايات، وبنتلقى تلفونات كثيره بخصوص الموضوع ده. طيب المساله بتاعت الموديل ده، لما الموديل ده يكبر لقينا انه بتتوفر ملايين الدولارات في الاسبوع من مساله كسر حلقه السماسره، ملايين الدولارات. المساله بتاعت انه التوفير ده جاي لصالح منه، ما في زول بيقول لك والله الوفر ده ما هو المواطن. طيب المواطن ده منه؟ المواطن ده ما هو اساسا هو المعني بخدمه الدوله، الدوله بتخدم في المواطن ده اصلا، فلما تتوفر القروش دي عنده يستفيد منها في حاجه ثانيه، في النهايه حتلقى انه اثر التوفير ظهر عندك في الميزانيه بتاعتك العامه. طيب المساله بتاعتنا نحن كمبادره من المنتج المستهلك او كتعاون او كمنظمه سودانيين ضد الغلاء، المهم كل الناشطين في مجال معاش الناس، نحن كلنا في النهايه بهمنا مساله انه يتخلق نظام ثابت يكسر الحلقه دي، زي ما احنا كسرناه على مستوى صغير، نحن بعد كده دايرين كل الجهات المعنيه، الجهات المعنيه دي لما نقول يا اخوانا احنا ما قاصدين الحكومه، ممكن ادخل براها. بس نحن بنوصف في مشاكل عندنا نحن ذاتنا كمواطنين مفروض نعالجها، عندنا تشوهات بسيطه في 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 الشيء الموجود جوانا، انه نحن دائما لما نقول والله نحن دايرين الجهات المعنيه تعمل كده، الجهات المعنيه ما الحكومه بس، الحكومه ما فيها ده حاجه، كل الامر في يدنا نحن كمنتجين كمستهلكين كمواطنين، لانه انت الليله كمواطن بالمناسبه داخل في الحلقه دي. ادي مثال بسيط جدا جدا في الازمه بتاعت الوقود الفاتت دي، كل الناس كانت عارفه انه والله يا اخي مثلا في ناس استفادوا من الازمه واداروا الازمه دي بانه هم خلقوا سوق موازي، سوق اسود.
بيجوا يستفيدوا من الـ من الـ من الضائقه دي في انه يبيعوا الاربع جالون دي جركانه بتاعت البنزين دي مثلا بمليون ونص، وصلت لحد 3 مليون، وهسه الليله ب 6 مليون بيقولوا في السوق. يا يا طيب يا باشمهندس، لما باشمهندس انا الليله كمواطن لما امشي اعمل عمليه زي دي انا ممكن ادخل قروش الليله، لكن المفروض يكون عندنا الوعي بتاع انه نحن يا اخواننا المساله دي لما نقوم بها نحن بنضر في شعب كامل، نحن بنضر في شعب كامل، بنضر في سيستم كامل. فيبقى المساله بتاعت السمسار هو ذاته كسمسار مفروض يعيد النظر في نفسه. يا اخي انت وضعك شنو؟ انت منتج؟ هل انت مقدم للبلد دي حاجه ولا انت ضاريها؟ ممكن يجي يقول لي والله انا ما ضاري، انا حعيش من وين؟ طيب انت انتج، المشاريع موجوده. انا بتكلم الليله وعندنا نحن مشكله بتاعت عماله، يعني احنا في المزارع اغلب، انا بقدر اقول لك الليله في مشروع المرخيات يا باشمهندس 80 ل 90% من العماله الموجوده اللي بياخذوا راتب شهري ما بين 4000 ل 5000 هم عماله اجنبيه، مش كان اولويه انه يعني ود البلد هو اللي ياخذ المبلغ ده ويكون انسان منتج. انا بعرف ناس خلوا حواشات، يمتلكوا حواشات في الولايات، وان كان بعد ذاك طبعا الخلفيات اللي خلتهم يسيبوا حواشاتهم دي خلفيات طويله وبعيده، وفعلا دي هنا فعلا محتاجه وقفه من الحكومه انها تعيد تاهيل الانتاج في الولايات، بالذات الولايات البعيده، حتى القريبه في الجزيره في ناس خلوا ولاياتهم واشتغلوا هنا يعني اشغال هامشيه. فيبقى مساله التوفر العمل الهامش اللي بيجيب ربح سريع او بيجيب رزق سريع، دي هي بيجت بالنسبه للناس هي التارجت او هي الهدف، انه انا والله عاطل ما شغال اشتغل شغل بس ادخل منه مصاري. يا باشمهندس باشمهندس مصطفى اهلا بك، بس انا كنت عايز يعني اسالك سؤال. يعني هو انت اتكلمت طبعا عن التجربه وكل ده يعني، والليله كان في طبعا التجربه نفسها في بحري وعملت، لكن طبعا التجربه دي واصله عدد بسيط، يعني هي لسه ما حل. يعني انا في الحقيقه عايز تعكس لي يعني باختصار يعني يعني الاطار الكبير اللي حنشتغل عليه، يعني عشان المساله تتحل كيف نجفف السماسره، كيف نطلعهم من العمليه الانتاجيه بحيث ما يكون في سماسره، يكون في منتجين وفي ممكن يكون في تجار بيشتروا يعني، لكن مش 20 تاجر، يعني تاجر واحد او تاجرين وفي مستهلك. فكيف يعني التصور شنو بالنسبه لكم؟ طيب انا بالنسبه لي التصور هو زي ما قلنا في بدايه الكلام انه نحن الموضوع ده مفروض انه ينتقل من طور المبادرات والاجتهادات الشخصيه من الناشطين في معاش الناس لمساله بتاعت سيستم او نظام ثابت. ما في افضل من نظام التعاونيات لتطبيق هذا البرنامج. يعني الليله احنا المبادره دي من انها كانت صغيره لحد ما وصلت وهسه عمل زي ما قلت اسواق زي السوق اللي كان الليله في بحري مثلا، دي كلها انا بعتبرها حقن تخديريه الى حين قيام التعاونيات. ان احنا دارين سلع توصل الناس لحد ما السيستم الكامل الهيكل بتاع التعاونيات يقوم. صراحه نحن الان ورثنا نظام بتاع تعاونيات خاوي غير عامل. التعاونيات الان ما عندها اي وجود. التعاون ده هو النظام الملزم لكل تعاون انه يوصل السلع دي للناس في احيائهم. يبقى نحن لو دارين نتكلم نجيب من الاخر ما في حل غير التعاون، لانه الليله لو قلنا نعمل رقابه على الاسواق بحيث انه نضبط الاسعار، حتتكون لك ثاني حلقات معاديه من سماسره او من جشعين او من مخربين، ثاني حيجي يخربوا لك السوق. والكلام ده هو اللي بوظ زمان السوق المركزي. كل الاسواق المركزيه لما قامت على فكره من المنتج الى المستهلك، يتقولوا عليها سماسره لحد ما اصبحت عباره عن حاله من التشوه التجاري وحاله من الجشع وحاله من الطمع. طيب انا كيف انه ممكن اشيل المنتجات سواء صناعيه زراعيه حيوانيه بمختلف الانواع دي، انا اشيلها من المنتج واخدتها طوالي في مجرى بحيث انه انا لما افكها في المجرى ده تتوزع علي في كل الاحياء وفي كل السودان. باشمهندس، ما في مخرج غير التعاونيات. التعاونيات هي المخرج. نحن يعني اسمح لي اقدم لك شكر الجزيل وعلى هذه المعلومات الجميلة والقيمة، وطبعا حلقة واحدة ما بتكفي، يعني نحن موضوع التعاونيات إن شاء الله حنتناوله بكلياته، يعني حنمشي وحنعمل كم حلقة ونلتقي إن شاء الله في يعني في البرنامج اللي هيتكلم عن التعاونيات وتفاصيله. يعني شكرا لك وتصبح على خير.
نحن الآن هو الباشمهندس طرح يعني قال التعاونيات هي الحل، هي الحل، وهو يعني سكرتير اتحاد التعاونيات ولاية الخرطوم. نحن حنمشي لاستطلاع آخر وحنشاهده مع السيد مجاهد علي حسن. مجاهد علي حسن هو الأمين العام للجنة تسيير الاتحاد القومي التعاوني ومصمم برنامج سلعتي. إن شاء الله نحن حنتكلم معه عن هذا البرنامج ببعض التفاصيل. واحد عشان ينتج يطلع خضار يجيب يمشي السوق الصباح بدري، كرتون الطماطم يقول لك اقل حاجه ب 1200 1500، نحن برضه مجبرين نشيله نجيبوه، نجيبه للمساكين برا يقول لك كده ليه ب 130 150، يقول لك ليه يعني من كرتونات تقع ب 120 جنيه يعني فيها 10 جنيهات بس، يعني انت هاي الزبون يجيك يقول لك ليه، برضه يقول لك ليه، مرات انا بخلي الشغل بطلع، لكن هو التجار ديل انا يعني معانا في الخضار دي لغايته بيجي يعني بنشتري معاهم هناك يعني برضه كان حاجه غاليه، بقول لك الحاجه ذا استاذ والله غاليه عادي الخضار دي حلو، بقول لك غاليه الخضار دي بيجي والله بكذا انا بديك له بكذا، نقول له كويس يعني بقول لك بالف الصراحه بيقول لك جبت 900 جنيه من امش الخضار ده الليله بكون بسعر مثلا الطماطم الليله اشتريت ب 600 بكره بتلقاها ب 1300 1400 الكرتونه، كل الخضار فيه زيادات، بعدين الزيادات الثانيه في المواصلات، في المواصلات الازمه بتاعت الدرداق اللي كان بيرفع لنا ب 20 اقل دور هو بيشيل لك ب 100 جنيه وب 80، عندك المواصلات كان تجيبني ب 200 جنيه هسه اقل حاجه 600 800، العمال اللي بيشتغلوا معي كانوا يشتغلوا بياخذوا في 200 هسه ياخذوا في 500 600، برضه كلها ضغوطات علينا نحن، بس اللغود هو المصعب الشغلانة والتاني السماسرة في السوق. بس والله أنا بشوف السبب الرئيسي حاليا الجزلين طبعا المواصلات، والسبب الثاني السماسرة، ده بيبيع لي ده وده بيبيع لي ده وده بيبيع لي ده، لما تصل للمستهلك بتصل بأسعار عالية جدا جدا. الحلول أول حاجة تشوفوا الأسواق الكبيرة اللي بتنزل البضايع دي وشوفوا السماسرة اللي بخشوا فيها، تحاولوا تبعدوهم، لو حاولتوا بعدتهم في حالة زي دي احتمال 90% الأسعار تنزل. الإنتاج ده في حالة يكون متوفر بيجبر التاجر ولا المستهلك إنه يشتري بصير معقول، لأنه ده يعني هنا موجود وهناك موجود، لكن الليلة كيف يكون ما في؟ يعني شنو الزول اللي يكون عنده؟ ما أصلا أنا عندي بسيط بيطلعوا ده على الأقل عشان نحفظ لبكرة لمصاريفي لبكرة ولا بعد بكرة. عشان شنو؟ لو انقطعت بكره جايبين مياه تليفادي، ما الشغله كده؟ دي الحاجه اللي بيجبر الناس وده الحاصل كله، لكن كله نتمنى بس ان شاء الله كده الوضع تتحسن والامور يكون بخير ونتمنى عافيه للشعب السوداني عامه. يعني اول المانجا دي بنشتري الكرتونه بألف، بتجيب زي 3 دسم، الدسته من هناك بتقع معك ب 400 جنيه، بناخد فيها 50 جنيه بتطلع ب 450. الموز بنشتري الكيلو من هناك ب 35، بنبيع ب 50، الكيلو فيه 15 جنيه. اما المانجا دي البلديه دي بنشتري كرتونتها ب 800 جنيه، فيها زي 8 دست برضو، نبيع دسته ب 150 جنيه، اسعار برضو ما ثابته، وانت بتمشي يومي بتلقى السوق زايد، برضو الترحيل كلها حاجات اضافيه عليها، باخد حق الترحيل وباخد فايده ثانيه فيها برضو. لما ناخذ على هذه كلها بتطلع اسعار غاليه جدا. نحن بنجي من المنتج هناك وبنوزع للمواطنين في الاحياء وفي الدكاكين. اما الصعوبات التي واجهتنا من بعد الكورونا والمشاكل وازمه الوقود، الاسعار ارتفعت ونحن نحاول نقلل في الاسعار مهما كانت الظروف، لكن الان هو البيض يرتفع بين 180 و200، اما من قبله كان ارخص يعني 150 140 160 170. والله الحل ان هي الناس تبقى واعيه وشوف المشكله وين والناس ترجع، ما في حاجه الا لها حل ان شاء الله، ونزل من كل الناس المواطنين والمسؤولين عن الجهه المعينه تخفيض بعض السلع والحياه للمواطن وللمستهلك عشان نقدر الناس يوصلوا لحل
البلد تبقى بخير وآمنة واستقرار. مرحب بكم مرة أخرى بعد ما شفنا التقرير وشفتوا يعني في حاجات جميلة في التقرير في التقارير. يعني أول حاجة الناس متفائلين يعني بيتفائلوا بخيرا وإنه الأمور حتمشي وإن شاء الله حتتصلح وده حاجة كويسة. يعني نحن منتجيننا ما رغم الصعوبات الشديدة اللي هم قالوها وهي مشاكل كبيرة فعلا يعني مش مشكلة بسيطة. يعني مسألة النقل دي مسألة مستمرة في السودان لسنوات وعقود يعني. فدي يعني أنا أعتقد أنه ده كان شيء كويس منهم. أستاذ مجاهد. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ مجاهد يا أخي. رمضان كريم. الله أكرم وصوم وتفطر على خير. وأمنيات من السودان أنه نطلع من اختبار الكورونا ده بصحة وعافية وكل الناس تلقى أحبانا وأهلها بسلام إن شاء الله. بس التزموا لنا بأنه يكونوا في البيت. طيب في الحقيقة يعني يمكن أغلب الاستطلاعات اللي عملناها هي بتتكلم يعني بشكل جوهري عن العلاقة بين المستهلك والمنتج. دي يعني دي المنتج والمستهلك وإنه في أطراف كثيرة يعني في النص وسطاء هم بيؤدوا لرفع السعر. أول حاجة تخفيض السعر للمنتج ورفعها للمستهلك. نحن استضفنا باشمهندس مصطفى أمبابي وهو قال كلام واضح. يعني قال الحل في التعاونيات. نحن في الحقيقة ما عندنا وقت طويل يعني يمكن لو لقينا وقت حنقدر نتكلم عن التعاونيات. لكن أنا في الحقيقة عايز أركز معاك على برنامج سلعتي. أنت مصمم هذا البرنامج وأنت بتدعو له من زمان ونحن يعني تابعناك وشفناك لحد ما حققت هذا البرنامج. فكده أدينا يعني نبذة عنه ويعني يكون كلام بسيط يعني زي ما بيقولوا بالعربي كده يعني مفهوم يعني لينا كلنا لأنه دي برامج يعني. طيب أول حاجة أنا بشكرك والتحية لك والتحية لضيف الكريم الأستاذ مصطفى أمبابي الصديق العزيز والتحية للمشاهدين. أنا البرنامج بتاع سرعتي دي لما بدينا التفكير فيه وبدينا التصميم الفكره الاساسيه بتاعته قائمه على هي بنقول عليها كسر الحلقه الشريه اللي هي لا تراعي للمنتج في البدء مما يسبب له اشكاليات مستقبلا في الاستمرار في عمليه الانتاج نفسها. فاذا كان هو تكاليفه عاليه وبعدين بيجي واحد يشيلها منه باسعار رخيصه فهو في يوم من الايام حيضطر للوقوف عن العمل. لانه حيكون بيصرف على شيء ما عنده فيه دخل، بالتالي هو حيطلع من السوق وبالذات المنتجين الصغار. الحلقه الشريره بتبدا من بعد المنتج او المصنع او المستورد الرئيسي لحد ما تصل للمستهلك. عندنا هنا كم هايل جدا من الناس اللي شغالين انا ما بقدر اصفهم سوى انها هي مجرد مخلوقات خيالية بتتغذى على دم المنتج ودم المستهلك، وفي حين أنها هي ما حلقة رئيسية وأساسية في الموضوع لا بتاع الإنتاج والتصنيع ولا هم الحلقة النهائية في الاستهلاك بالنسبة للسلعة المستهدف بها شخص محدد أو مستهدف بها جهة محددة على أساس أنها هي تقدم له في شكل سلعة وفي شكل خدمة. وحين نكسر الحلقة الموجودة في النص كيف؟ البرنامج قائم على انه احنا نكسر الحلقه الفنوزي. عملنا دراسات على السوق وعملنا دراسات على الاسعار من المنتجين المحليين ومن المصنعين المحليين ومن المستوردين في حاله انه بعض السلع تكون سلع اساسيه ومهمه وضروريه وما بيتم انتاجه في السودان او انتاجه ما بغطي الحاجه بتاعت السودان. لقينا احنا بنمر بحلقه تبدا من الجمارك تبدا من الضرائب، الجمارك والضرائب الاثنين حلقات مفهومه في اطار الموازنه بتاعت الدوله اللي بتوجهها بعدين للصرف على الصحه وعلى التعليم وما الى ذلك، رغم انه برضه هنا في الموضوع بتاع الضرائب في اكتشفنا في بعض التشوهات الناتجه من استخدام الخطا لفلسفه القيمه المضافه.
لكن برضه دي مقدور عليها. الاشكاليه الكبيره بتقعد وين؟ تقعد عندنا في النص، الناس اللي بيغلوا الاسعار نتيجه لانهم هم بيستخدموا مقدرتهم الماليه في انه يضغطوا على المنتج، بالذات المواضيع بتاعت الديلي فريش اللي هي المواد الاستخدام اليومي واللي ما يكون عندها مده طويله في ان هي تكون موجوده وصالحه للتناول او صالحه للتداول. هو يستغل ماله لانه يضغط على المنتج لانه يشيل منه باقل تكلفه، وبيستغل امكانياته في انه يخزن السلع دي بغرض الاحتكار والمغالاه في الاسعار بعد كده. وبعدين يجي ينسب لك الحياه دي كلها للدولار وعدم استقرار في سعر الصرف، احيانا انه في بعض المنتجات ما عندها علاقه لا بالدولار ولا عدم الاستقرار في سعر الصرف. احنا دايرين نكسر الحلقه دي، نكسر الحلقه دي كيف؟ احنا نحاول انه ناخذ السلعه من المنتج الرئيسي مباشره للمستهلك. دي كانت الفلسفه القائمه على الكلام. لما احنا كملنا الدراسه على بعض السلع الرئيسيه والسلع الاساسيه لقينا انه في بعض السلع بتصل مرحله انها تكون 120% زياده، وزيادات ما منطقيه وما خاض على لوجيك بتاع التداول ولا خاض على المنطق بتاع التحديد بتاع سعر السوق الخاضع لعمليه العرض والطلب، ولا خاض على التكلفه. هي مجرد ناس بيضاربوا بالسلع دي على اساس انه هم يتكسبوا على. فانا اذا اكسر الحلقه الموجوده في النص دي واحول الناس دي اللي هم موجودين عندهم اموال، لانهم هم يكونوا واحد من اثنين، يا اما يطلعوا لنا من النص من هنا ويمشوا يساهموا في عمليه الانتاج، يا يعني اما انا حاطلع من السوق لانه هو شريحه الدوله ما مستفيده منها ولا المنتج مستفيد منها ولا المستهلك مستفيد منها، فبالتالي هو قاعد عيب. عشان كده احنا بنطلق عليهم ديل التطويليين. دي عشان تتكسر لازم الحلقه تمشي من البدايه المنتج ومباشره للمستهلك. لقينا انه المنتج مباشره للمستهلك دي ما حتتم الا اذا بقى في فعل بتاع دوله. فعل الدوله تتمثل في انه وزاره التجاره والصناعه ووزاره الماليه احسوا بالقصه دي، فكان التصميم بتاع البرنامج بالنسبه لهم محقق للاهداف بتاعتهم الرئيسيه اللي هي رفع اعباء المعيشه عن المواطن. القصه بدات من هنا. الدراسه دي استغرقت وقت طويل جدا لحد يعني احنا ما وصلنا بها، لانه ابتدت تبقى بشكل بتاع الاتفاقيات. استاذ مجاهد وحركات. استاذ مجاهد يعني معلش احنا لانه وقتنا خلاص تقريبا انتهى، لكن يعني احنا عندنا حلقات تانية، عندنا حلقتين جايات ممكن نواصل في البرنامج، وهو ذاته لما ينزل بيكون يعني لما تتكلم عنه هو موجود بيكون احسن مما نتكلم عنه نظري. باين في حلقات شريرة كثير يا مجاهد عايزين نكسرها، فان شاء الله يعني نقدر عليها، وبجهد الحادبين على مصلحة الشعب انه يقدروا فعلا نكسر حلقاتنا الشريرة كلها عشان نبقى حلقات بتاعت خير. انا لاحظت في انه لما اتعمل الليلة السوق اللي هو من المنتج للمستهلك يعني راعوا فيه المسافات الواقفين في الصف يعني، ودي حاجه جميله، لانه في اماكن كثيره دي لا تراعى، في سوبر ماركتات في زحمه وفي كده. شكرا استاذ مجاهد، ويعني شرفتنا كثير. شكرا جزيلا لك. وصلنا نهايه برنامجنا زي ما قلنا قبل كده، الاجراءات بتقول لكم اغسلوا يدكم، كل ما تلمسوا حاجه البسوا كمامات، خليكم في البيت. نحن ماشيين على حته يعني واضح انها نحن ما يعني بقى عندنا حالات كثيره وعندنا انتشار مجتمعي. خليكم في البيت وتصبحوا على خير جميعا.